شيخ الإسلام رحمه الله حتى لا تأخذ العاطفة بالإنسان فتؤدي به إلى ضرر أكبر، لما كان غزو التتار وما جرى من فتنة عظيمة من هؤلاء، وقد أدركها شيخ الإسلام رحمه الله وحارب هؤلاء التتار، وكان ممن صمد وحث أمراء المسلمين وقتها على الجهاد، كان يمر في الطريق على بعض التتار وهم يشربون الخمر، وكان معه صاحب له فيقول له: ألا تنكر عليهم؟ قال: دعهم، فإنهم لو أفاقوا لعادوا إلى المسلمين فتعرضوا لنسائهم ونهبوا أموالهم وقتلوا ضعفاءهم. هذه شكمة ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.